سيداتي سادتي، معكم قائد الطائرة الكابتن رولا حطيت، إن شاء الله تستمتعوا بالرحلة. أول مشكل كان إنه أقنع أهلي إنه أنا بدي أروح أدرس طيران. إنسان كإنسان إذا بيقدر ينجح مش لأنه مرأة أو لأنه رجال، لأنه عنده القدرات المطلوبة. لأني امرأة لن أهزم، لن أيأس، لأني امرأة أستطيع، وأنت أيضاً. تحدت نفسها وعائلتها وقررت أن تدخل معتركاً كان حكراً على الرجال فقط لتتفوق وتحقق ذاتها وتصبح أول امرأة كابتن في الطيران المدني في وطنها لبنان. إنها قائدة الطائرة الكابتن رولا حطيط. كنت مثل كل هالبنات بلبنان، بنت صغيرة ما بتحلم بالطيران أكيد، بس أنه كان أحلامها دايماً كبيرة. قدمت أنا على الجامعة الأمريكية، والصراحة اللي كان دعمني أنه أقدم على الجامعة الأمريكية هو بيي. أمي كانت ضد 100%، كان صعب كتير محاولة أقنع أمي. وآخر أول سنة طلعت الأولى على كل جامعات لبنان. بآخر تاني سنة بيجي زميل لإلي كمان بالرياضيات، حامل جريدة، جريدة النهار، سو ماسك هالجريدة، صار إنه يتمسخر إنه يي ليكو ليكو ملا آخرة، صار يحطوا مطلوب طيارين ذكور وإناث. قلت له خلينا نقدم اتنيناتنا ونشوف مين بينجح. وطلع بعدين بعد ما عرفنا الخبر المزبوط إنه 2000 طلب تقدموا، 2000 شخص عملوا الامتحان، نجح 9، أنا وجوزي هلأ من بيناتهم، والشخص اللي تحديني سقط. قدرتي انه تقنعين الاهل انه هسه رح تتركين اصلا لبنان بالكامل وتروحين على اسكتلندا؟ انه انجح بامتحان الطيران كان اهون شيء عملته. الصعوبات بلشت بعد النجاح. هلا مش وصلت للديبرشن، بس انه وصلت لمرحله عن جد كنت ابكي ليل نهار انه ليه عم توقفوا بوجهي، ليه ما بدكم تخلوني، طب انا ما فيني اروح لحالي. اخر شيء نهار اجى بيي عيط لي وقال لي انه رح ابعتك على الطيران، هيدا قرارك، انا رح امشي معك للاخر، اعملي اللي بدك اياه. دور الكابتن عاده اهم شيء يكون هو موقع للثقه، لان ما في مساعد الكابتن اذا صار مشكل مثلا يطلع بالكابتن او المضيف او حتى راكب ويشوف خوف او ارتباك على وجه الكابتن. سو اهم شيء الثقه، واهم شيء يعرف الكابتن بكل لحظات كيف يعكس هالثقة بوجهه، بشكله، بتصرفاته. كانوا يخافوا انه كمرة معقول ابكي، معقول خاف، معقول انه شو، كيف معقول تكون ردة الفعل، لانه بلبنان ما كان في تجربة قبل. سو كانت مرحلة التدريب والامتحانات من مساعد كابتن لكابتن كتير فرق بين انا وجوزي. كانوا يجربوا، يعني هو مثلا يطفوا له موتور اوكي ويشوفوا كيف بيتصرف مع القصة. انا يطفوا لي موتور، يقول لي في محاولة خطف على الطيارة، يقول لي معك راكب حالته تعبانة كتير، يزيد مشاكل، ليشوف إنه إذا زاد مشاكل رح أوصل لمرحلة إبكي. Good morning ladies and gentlemen, this is your captain speaking. أكتر تعليق كنت أسمعه كابتن مرة، الله يستر. احكي لي عن مواقف تذكريها أول ما صرتي أنت الكابتن، مواقف حصلت معك مع الناس. في مرة من المرات في راكب نزل عن الطيارة، قال هو حاسس قلبه ما مرتاح وعنده مشكل صحي وهيك، نزل بقى بس ظهر من الطياره، بيسالوا السكيورتي الشخص اللي واقف على باب الطياره، قالوا بدك اطلب لك حكيم، بتحب ناخذك على مستشفى، انه شو بدك نعمل؟ قالوا لا 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 انا ما بدي شيء، بس انا رايح سياحه ما عندي شيء مضطر عليه، بروح بكره بيكون الكابتن رجال، ماني مضطر اليوم روح والكابتن مره. بحب وجه رسالة لكل النساء خاصة بعالمنا العربي، إنه أنت تستطيعين، فيك تعملي اللي بدك إياه. بالنهاية قدراتنا العقلية مثل القدرات العقلية عند الرجل، ما في فرق أبداً. آمنوا ببناتكم، بإخواتكم، ودعمون، لأنه أكيد بيقدروا، أكيد بيوصلوا. تابعت مشوارها المهني بجدارة وذكاء، واستطعت أن تكون الأم والزوجة والكابتن رولا حطيط. لأني امرأة أستطيع، وأنت أيضاً.